التآلف بين أصحاب القلوب الطيبة، وأن الطيبين لا يلتقون صدفة بل تجمعهم نواياهم الطيبة. الصور القديمة لها ذكرى في قلب أصحابها، أحيانا تكون أبلغ من الكلام وتحكي عن نفسها بنفسها. وفي أحد المجلات كتب الكاتب يقول: عاد الغائب الحبيب إلى ذويه بحمد الله سالما. شيوخ وأعيان ونواب البلد في استقبال عاد العزيز، من هو هذا العائد؟ وكتب أيضا يقول: عاد إلى أرض الوطن بحمد الله معافى العم عبد الله بن حسين بن علي بن سيف الرومي بعد غياب طال أكثر من شهرين في بلاد الإنجليز للاستشفاء والعلاج والنقاهة من علة لمت به، عانى منها الأمرين طيلة الشهرين متكاملين حتى كفاه الله في نهاية شهرها. وأمس بحمد الله عاد، وبحمد الله معافى عاد، وكان في استقبال أصدقائه وكل محبيه. الصورة الأولى كتب الكاتب أصدقائه ومحبيه يأخذون بيده إلى قاعة الاستقبال. الصورة الثانية على اليمين كتب الكاتب يأخذ قصة من الراحة بعد عناء الطائرة. الصورة الثالثة جميع المستقبلين تندفع للسلام عليه. والصورة الأخيرة اللي تحت كتب الكاتب العائد بين السيد حمود النصف والسيد حمد المشاري للسلام على العائد العزيز. وسلامتكم، ومع تحيات شملاني.